السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة أبو إسلام معلومات مفيدة. سعيد بلقائكم في هذا الفيديو. إن شاء الله سوف نتحدث عن هذا المستقبل LNP الخاص بصحن الدش في بعض الأحيان بدخول الماء عبر هذه القطع ويتسرب مع السلك ليذهب إلى هذا المستقبل أو هذا الريسيرفير ليقوم بإتلاف فيه. إذن في هذا الفيديو سنقوم بالنصائح وأنواع المستقبلات التي نستعملها حتى نتفادى مثل هذه المشاكل. إذن في البداية، هذا المستقبل يجب أن يتوفر على هذه القطعة التي تحجب الماء، تحجب تساقط الأمطار التي هي تدخل عبر هذه المناطق. هكذا نقوم بدفع الخيط هنا وإسقاط هذه القطعة بهذه الطريقة حتى نتفادى دخول الماء عبر هذا المكان الذي هو يتسرب مع الخيط، الماء يتسرب من هنا ليذهب مباشرة إلى هذه القطعة، وبالتالي يقوم بإتلافها بشكل نهائي، ويكون هناك تماس كهربائي هنا ليتلف لنا هذا الجهاز. إذن النصيحة الأولى هي هذه القطعة تكون هكذا، وهناك بعض القطع التي تحتوي على سلك واحد فقط تأتي على هذه الشاكلة. عندما نقوم بتركيب الخيط هنا بهذه الطريقة، نقوم بتثبيت هذه القطعة هكذا ليكون الخيط في هذه الحالة، يكون داخل هذه القطعة البلاستيكية، وبالتالي تفادي دخول الماء. بالنسبة للنصيحة الثانية، هذا الرأس يكون هنا، هذه القطعة تكون مثبتة هنا، يجب أن تتوفر على قطعة بلاستيكية من الداخل كمثل هذه مثلا. تشاهدون هذه لديها قطعة بلاستيكية تحمي، ولو كان المطر دخل أو كان الماء دخل من هنا ستقوم هذه القطعة بحبسه فقط هنا. مثل هذه لا ننصح باستعمالها لأن لا تتوفر على تلك القطعة البلاستيكية التي تحمي الماء من الدخول عبر السلك. نمر إلى شيء آخر يؤرق الناس، هو طريقة تركيب الخيط. فهناك العديد من الناس لا يعرفون طريقة تركيب هذه القطعة ويقومون بأخطاء كثيرة تسبب بذلك في تماس، يمكنه أن يعطل المستقبل أو المستقبل LNP أو الريسيفر. إذن وأنا أفضل هذا النوع من الكيبلات التي هي غشاؤها يكون متماسك جدا، فهو قوي جدا وشعيراته كثيفة وبالتالي وقلبه من النحاس، وبالتالي هذا الكيبل من النوع الجيد. نقوم هكذا بقطع هذه القطعة بشكل سطحي تقريبا حتى لا نقوم بقطع الشبكة الداخلية. هناك الكثير من الناس يقومون عندما يريدون أن يفرزوا هذه القطعة يقوم بقطع هذه الشبكة، وبالتالي نقص جودة الكيبل. نقوم بتدويره هكذا. هناك العدد، هناك من يترك هذه القطعة وهناك من يقوم بقطعها. أنا أقوم دائما بقطعها، هي كذلك موصلة كهربائية ولكن أنا أقوم بقطعها لأنه لدينا من الشعيرات ما يكفي لتوصيل الإشارة. هنا أقوم بالتدوير هكذا حتى نتأكد أن جميع الشعيرات دارت مع هذه القطعة. هكذا نأتي هنا مباشرة، نقوم بقطع هذه القطعة البلاستيكية الثانية هكذا.
عندما يظهر هذا الخيط أقوم بحكه قليلا هكذا، لأنه يكون دائما ملتصق ببعض المواد البلاستيكية هنا، يضاعف الإشارة. أقوم هنا بقطع هكذا حوالي 7 مليمترات هكذا. أتي بهذه القطعة التي قلنا بداخلها قطعة بلاستيكية من الداخل، أقوم بتدوير هكذا بهذه الطريقة. حتى تختفي الشبكة تماما. كما ترون، يجب هنا أن نتأكد من أن خيط أحد خيوط تلك الشبكة لا تلامس هذه القطعة النحاسية التي في الوسط، فهي تقوم بالتماس، وكذلك الإشارة لا تقوم بقطع التيار هنا. إذن هذه هي الطريقة، هذا هو كل ما لدينا بالنسبة لدرس اليوم. أتمنى أن يكون قد لقى هذا الفيديو إعجابكم، وإذا أعجبكم فقوموا بالمشاركة وتدعمونا بلايكاتكم، وشكرا.